مؤتمر محمد صلاح لا يمكن التنبؤ بأي مباراة، علينا التركيز فقط على الكاميرون. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناتكم كرة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو ل9000 لايك. لو بتحب محمد صلاح ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المحبين للنجم المصري. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. أعطوا كل ما استطعتم في كل مباراة وأتمنى أن نستمر في الانتصارات، واستمر. أعتقد بأن المباراة كانت صعبة ولكن فوزنا بها، لدينا لاعبين شباب ولذلك سنواصل التقدم للأمام. نحن سعداء لأجل شعب مصر، والآن لدينا مباراة صعبة ضد الأسود غير المروضة، وتم قائد المنتخب هدفنا هو سعادة الشعب المصري. نحن بخير بدنيا ولكن يجب أن نتعافى ذهنيا. محمد صلاح سجل هدفا وصنع آخر في فوز مصر على المغرب في ربع النهائي، ويسعد منتخب مصر لمواجهة الكاميرون يوم الخميس المقبل في نصف النهائي. كافي بروز لقاء محمد صلاح وساديو ماني عقب مباراة مصر ضد المغرب. حرس الدوري المصري